العملية الانتخابية بصفة عامة في الإسكندرية، هل لديك جديد خاص بالمشاركة؟ كنت تتحدث عن أن هناك كثافة في أعداد المشاركين والمواطنين في المقار الانتخابية، وأيضا تحدثت عن أن الفئات كلها يعني متوازية في تساوي بين المرأة والشباب كبار السن وأيضا ذوي الهمم، يعني حدثنا عن ما هو الذي اختلف حتى الآن لديك في الإسكندرية. نعم منى، وتحدثنا أيضا عن دخول فصيل الشباب على مضمار سباق المشاركة في العمليات الاقتراع. كنت الآن أتحدث مع إحدى الشابات هنا في دائرة العطارين، أو عفوا دائرة الرمل التي بها مدرسة محمد كريم، المدرسة التي أقف فيها الآن وتجرى بها عملية الاقتراع في 4 لجان فرعية. فصيل الشباب الذي رأى كما تحدثنا في كل الخدمات الإخبارية السابقة حجم الإنجاز الذي تم وأنجز على الأرض خلال السنوات الأخيرة دفع الكثيرين منهم إلى النزول والمشاركة معي إحداهن. يعني أتشرف بك في البداية. ألاء هشام. ألاء، كنا بنتكلم مع بعض أن أنتوا في البداية نازلين كشباب وحاطين في دماغكم معايير لاختيار النائب البرلماني اللي هيمثل مش بس أبناء محافظة الإسكندرية، ولكن اللي هيساعد الدولة في كم المشروعات الكبيرة اللي بتتم، اللي أنت قلتي شفنا منها كتير في إسكندرية. في الأول كلميني عن مواصفات النائب اللي أنتوا نازلين وحطيناها في دماغكم وتختاروه على أساسها. طبعا يعني لازم أهم حاجة أنه يوصل صوتنا للمجلس، مشاكلنا، اهتماماتنا، الحاجات اللي احنا اللي ناقصانا مثلا كشباب، الناس اللي لسه فريش جرادويت، الخريجين الجداد بيبقوا قليل قوي انهم يلاقوا فرص عمل، فبيبقى نسبه البطاله عاليه في السن ده. فاهم حاجه بالنسبه لنا طبعا توفير فرص عمل، وتاني حاجه المشاكل بقى السكنيه، مشاكل الطرق مثلا، الحاجات دي. انت قلتي حاجتين، توفير فرص عمل والاسكان، وهم تحديدا المشروعات دي بتتم على الارض دلوقتي. الاف من او عدد كبير جدا من المشروعات القوميه طلعت كل مكان، بنيه تحتيه، صوب زراعيه، عندنا تطوير المواني، محور المحموديه اللي وفر كتير جدا من المشروعات القوميه على جانبي المحور، وده بيوفر كتير من فرص العمل. الاسكان يمكن شفنا عندنا بشار الخير 1 و2 و3 و4 و5، كم كبير جدا من الوحدات السكنيه بتوفر برضو الشقق السكنيه للخريجين الجدد زي ما انت قلتي. شايفين ازاي بقى حجم المشروعات دي على الارض؟ وشايفين ان النائب اللي جاي لازم يحط ايده في ايد الدوله عشان يكملوا حجم المشروعات دي؟ هي المشاريع بصراحه وفرت كتير جدا وعملت فرق كبير في مدى قصير، ولكن برضو يعني كل الاجيال اللي جايه النسبه بتزيد من البطاله، فبنبقى مستنيين انه يكون فرص العمل متوفره بشكل مختلف او بشكل اوفر، يعني يكون في فرايتيز. تمام منى، زي ما شفتي يمكن دي عينه من اراء الشباب، شايفين كويس قوي المشروعات اللي بتتم على ارض اسكندريه. يمكن ان تسالها عن كيف حصلت على المعلومات يعني الخاصه بكل مرشح حتى تستطيع ان تفرز هذه الأصوات وتحدد الأنسب لديها من هذه الأصوات المرشحة؟ هذا سؤال. والسؤال الآخر أنه يعني هي تحدثت أيضا عن نائب الخدمات بشكل أو بآخر، لكن ماذا عن دوري في التشريع؟ ماذا عن دوري في المراقبة على الحكومة؟ هل هم كشباب لديهم من الوعي أن هذا النائب يجب أن يقوم بدوره الحقيقي في كما أنت ذكرت أن يضع يده في يد الدولة حتى نعبر إلى يعني أفاق أرحب؟ نعم، يمكن ولا سؤال مهم. زميلتي منى على الهواء بتسأل، أنتوا كشباب قلتي حطيتوا معايير لاختيار النائب، هذه المعايير أكيد مختلفة عن معايير السابق. عاوزين نائب مش بس يعمل خدمات، مش بس يوصل صوتنا للمجلس وللقيادة التنفيذية وللحكومة، هو كمان عاوزين نائب يقوم بدور تشريعي، جاي فاهم ان مجموعة القوانين وعدد القوانين اللي لازم يحطها دي بتسهل كتير جدا على النواحي التشريعية، انها بتوفر خدمات للناس. كذلك النائب اللي بيقوم بدور رقابي، احنا يمكن عندنا غلاء الاسعار اللي تم في فتره من الفترات كان ناتج عن غياب الرقابه بعض الشيء. هل انتم شايفين ان دور النائب مش بس توفير خدمات، كمان دور التشريع والرقابي، ايه رايك فيه؟
طبعا هو بعد ما النجاح ان شاء الله لأيا كان المنتخب لازم بعد ما يوصل يعني يتابع، لانه احنا كنا الحاجات دي بعد الاختلاف وبعد ما يكون كسب ايا كان مين اللي كسب، في حاجات لسه ما بتكونش مثلا اتغيرت، في حاجات التغيير فيها بنسبه بطيئه جدا، فبيبقى نتيجه عدم المراقبه او المتابعه. بالظبط، نتيجه عدم المراقبه او المتابعه بس، فبتبقى محتاجه بس انه زي دوريات مثلا او زي ناس امناء بتتابع، مسؤول مثلا عن كل منطقه بس، وهكذا في يعني جميع. انت شايفه ان النائب لازم ينزل على الارض بعد ان شاء الله ما يفوز بمقعد البرلمان؟ ايوه، يكون في تواصل مثلا بينه وبين بين دايرته ايا يعني كانت بقى ايه الدايره، بس المهم يكون في تواصل بس بينه وبين الشباب، بينه وبين يعني مختلف الاعمار، بس بيكون في يعني يبقى هو ملم بدايرته، ايه اللي بيحصل فيها، ايه التطور اللي حصل، ايه اللي لسه ما حصلش، وهكذا يتابع ويراقب. يمكن منى راي الاء يتشارك فيه كثير من الشباب ان هو يجب ان يكون له دور رقابي كما قالت ولاء منذ قليل. هناك مشروعات كثيره تتم على الارض، يعني حجمها كبير وجودتها عاليه للغايه، ولكن تحتاج برلماني قادم ينزل على الارض، ليس فقط يقوم بالأدوار التشريعية المرجوة منه، ولكن يراقب، وخصوصا كما قال سيادة الرئيس في آخر لقاءاته، يضرب بيد من حديد على مواطن الفساد، خصوصا في الأماكن التي لها احتكاك مباشر بالخدمة وتقديم الخدمات للجمهور، وهي التي تؤثر كثيرا على إحساس المواطن ليس فقط في الإسكندرية ولكن في عموم مصر بمدى الإنجاز الذي يتم على الأرض. لو لم تجد هناك توجد هناك مراقبة جيدة من قبل المراقبين سواء التشريعيين أو التنفيذيين بكل محافظة، لن يشعر المواطن بهذا الكم الهائل من الإنجازات على الأرض، ومن ثم فلدى الناخب السكندري والشباب تحديدا وعي كامل بالمواصفات التي على أساسها ينزلون إلى صندوق الاقتراع ويختارون من يصلح لقيادة أو تولي المهمة في المرحلة القادمة. نعم، شكر جزيل زميلنا حازم كمال، كنت معنا من الإسكندرية، والشكر موصول بالتأكيد لألاء، وهي واحدة من الشباب الواعد بإذن الله، ومستقبل ليهم في مصر كبير.